نختم من منطقتي القبائل، حيث تتفنن النساء مختلف قرى الولاية في إعداد عشاء الأكلات الشتوية التقليدية. نتعرف على التفاصيل في هذا التقرير للزميلين الزميلتين صفية إباردان ووردة أقشيش. مع حلول فصل الشتاء تقبل النسوة عبر مختلف قرى منطقة القبائل على تحضير أشهى الأكلات الشتوية المميزة، منها ثي شفظين أو ما يعرف بثي مكزارين. القرص تحت دورت عاد ندماور انا تنس الخسات نعارك تنسفوني هس نخدم مسقين ساهم نتوالا ضم كيما تيد خدمه وبعد ميني غنمسل وقبل نخدم تحت دورت ني نتكس دي مش القفن كوني القاسي مش القفن هاف نتشنس تملالين وكل زيت زمو ومن بعد ميني تحت دورت ني مدي حضرتك في مش القفن تخدم الكرا يلن يتحد دورت ني. هذه الأكلة الشتوية ذات السعرات الحرارية تنسي العائلات القبائلية مشقة يومهم البارد وتجمعهم حول مائدة واحدة. يسحموي الكور إلي كونسيستون ويردات بجمال دل فنيسان دات لير كلين مرد الزناع قالن أرث باقي ثنين إمغارن في حذايين الراش الوشول تيني كويذ لفنان القبائل نزيكنين سذوكليثن الميذا سذوكليثن الطبلة سذوكليثن النعمة. ثي شفظين من بين الأكلات الشتوية التقليدية التي طالما اعتمدت عليها نساء القرى الجبلية لمواجهة مناخهم الصعب.